إذن مستمعينا ومتابعينا ما زلنا متواصلين معاكم، ومثل ما أنا ذكرت قبل الفاصل في هذه المحطة راح نتكلم أكثر عن النزل التراثية في السلطنة، الاستثمار فيها وتنشيط السياحة ودورها أيضا في رفض هذا الجانب، جانب السياحة وجانب الاقتصاد، وتفاصيل قادمة. أيضا يسعدني أني أرحب بضيفي عبر الاتصال الأخ عبد الرحمن العبري، مرشد سياحي وعضو مجلس إدارة في مشروع نزل المسفاه للضيافة في ولاية الحمراء. أهلا وسهلا بك أخ عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور أستاذ جمانة، وتحية مسائية لجميع المستمعين إذاعة الشبيبة. أهلا وسهلا بك، حياك الله عبر أثير الشبيبة اف ام. احنا في صدد الحديث عن النزل التراثية ومجموعة من الأنشطة والمقومات السياحية اللي يعمل عليها أبناء نيابة في المسفى تحديدا. في بداية هذا الحوار ياريت لو نتعرف معك أخ عبد الرحمن على المقصود بالنزل التراثية. شكرا لك أستاذ جمان مرة ثانية، وشكرا على التواصل وعلى تسليط الضوء على هذا المنتج السياحي المميز، والذي يعني بدأ بالانتشار يعني بعدد من قرى السلطنة. النزل هو عبارة عن يعني تحويل بيت قديم أو بيت أثري إلى نزل للإيواء. يعني ما شاء الله ولله الحمد السلطنة زاخرة بالكثير من الحارات القديمة الغير مستغلة. فالفكرة الحين أو الفكرة اللي بدأناها قبل سنوات إن نحول هذا النزل أو هذه البيوت القديمة اللي عشنا فيها وتربينا فيها ويربطنا فيها في رابط قوي جدا يعني مع هذا المكان ومع هذا الارث، فصارت فكره تحويلها الى نزل للايواء، يعني مكان ممكن الناس تنزل فيه وتبات فيه ويعيشوا فيه تجربه عمانيه فريده. هذا هو الهدف الاساسي من هذا المشروع او هذه المشاريع. ممتاز، اذا نقدر نقول ان اللي حاب يحظى كذا بتجربه مميزه وفريده ويتعرف على البيئه العمانيه، تراثها، عاداتها، تقاليدها، تفاصيل الحياه الاجتماعيه، راح يكون النزل هو المكان المناسب. نعم بالضبط. واحنا بالمناسبه يعني احنا دائما في التسويق ما نقول ان احنا نبيع غرف، احنا نبيع تجربه عمانيه. ممتاز. يعني المكان يعني لا زال في عبق الماضي، تفاصيل الحياة موجودة في الموقع في المكان، يعني من حيث مثلا الغرف، الممرات، يعني التفاصيل الدقيقة اللي كنا نعيشها في البيوت القديمة. حتى قد يكون الجيل الحديث الحين يعني نوعا ما 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 كان يعني ما لامس هذا بشكل قريب. الحين فرصة موجودة، احنا لما نسوق نبيع تجربة عمانية، تجربة في المكان، في طبيعة المكان، في الأكل، حتى الأكل هذا اللي يوفر في هذا النزل طبعا مطبوخ أو معد بأيدي عمانية، أسر عمانية هي اللي تقدم هذه الوجبات للضيوف. وطبعا الضيف يكون محاط بأيضا يعني طاقم عماني يعني مدرب ويعرف كيف يتعامل مع هذا مع الضيف واستقباله ويعني والترحيب به، بالإضافة إلى يعني هناك يكون بعد ثراء في المعرفة يعني عن القرية نفسها وعن البلدة وعن العادات وعن التقاليد وعن أشياء كثيرة. فأنا أشوفها تجربة مثرية جدا، يعني ما فقط هي ليلة تقضيها في مكان واليوم الثاني تطلع، لا، يعني هي تجربة بمعنى الكلمة. ممتاز. طيب أيضا عشان نوضح الصورة بس للمستمعين والمتابعين، النزل وين يعني راح يكون مكانه؟ أنت ذكرت أن شيء راح يكون تقليدي وشيء تاريخي، فهل هذا الشيء معناته أنه راح يكون قريب مثلا من الحارات العمانية القديمة في داخلها أو إلى بجانبها مثلا أو في القلاع والحصون؟ نوضح بس صورة النزل. نعم، التجربة اللي عندنا إحنا في مسفاة العبريين هي في الحارة القديمة نفسها. الحارة القديمة، الحارة القديمة هي الحارة القديمة اللي موجودة في المسفاة. فيها في, في, في نفس الحارة بالضبط، يعني تدخل قوما توصل بعد مواقف السيارات تدخل كأنك دخلت يعني خلاص يتغير عليك المشهد مباشرة. يعني أيوة. تدخل في يعني ممرات ضيقة بين صخور ويعني وسكيك مثل ما يسميها العمانيين، والبيوت هذه متوزعة في هذه الحارة. يعني فعلا تحس انك انت غيرت المود او غيرت المكان اللي جاي منه، يعني كيف انك فعلا تدخل حتى السياره ما تصل الى البيوت هذه، تضطر تمشي مسافه كذا امتار الى حد ما تصل الى البيت. يعني نفس الحياه القديمه، يعني نحاول نعيدها مره ثانيه بنفس التفاصيل. نعم، هل يستدعي يعني الزياره تستدعي سياره دفع رباعي اخ عبد الرحمن؟ لا، هو الموقع في مسفاة العبريين وهي تبعد حوالي 250 كيلو متر يزيد او ينقص من مسقط. وطريق معبد الى القريه، والسياره الصغيره ممكن توصل بكل سهوله ويسر، والمكان معروف طبعا.
جميل. طيب إذا أتينا لنتحدث عن هذا النزل اللي هو نزل المسفاة للضيافة، إيش هي محتوياته، مكوناته من الغرف أو المجالس إلى آخره؟ نزل هو البيت، يعني عادة البيوت العمانية يعني في خصوصا في بلدة المسفاة العبرين يعني لها طابع، وهذا الميزة موجودة في كل حارة، كل حارة لها ميزة معينة. يعني مثلا تجد أن الطوابق السور الأرضية عادة ما تكون يعني مخازن أو مثلا أماكن ل تربية بعض الحيوانات. الغرف المعيشة تكون مثلا في الطابق الأول أو الطابق الثاني. المطابخ تكون في الطوابق العليا، ليش؟ أساس تهوية، وفي نفس الوقت في نوع من الأمان، لو صار لا قدر الله حريق ما البيت ما بيتأثر من تحت، بيكون الحريق في مكان معين. وكل حارة في عمان لها ميزة أو لها يعني نمط البناء مختلف من مكان لمكان. طبعا الحارة في المسام مبنية من الحصى والصاروج العماني. أيوة. في بعض القرى تحصلها مبنية من الطوب، هو يعني التبن وكذا والتربة، بس هنا لذلك هي الاستدامة فيها كبيرة. البيت اللي احنا استثمرناه أو اللي استثمر الأخوة فيه هو بيت قديم بنفس تقريبا ثلاثة طوابق، لكن تم تحويل جميع الغرف أو جميع الاستخدامات القديمة لهذه الغرف إلى غرف للإيواء. يعني مثلا الغرف اللي كانت مخازن مثلا للتمر على سبيل المثال حولت إلى غرفة صالحة للسكن. عادة يكون الطبقة الأرضية ما فيها تهوية وما فيها نوافذ كثيرة، بس احنا استحدثنا هذه النوافذ عشان تكون مناسبة، لكن في نفس الوقت عطيناها القيمة مالها. يعني هذه الغرفة يعني الساحب بيدخل يعطي نفذ أن هذه كانت مخزن للتمر على سبيل المثال، هذه الغرفة كانت مثلا مخزن لشيء معين أو تستخدم لشيء معين. نعم. الشيء المميز في هذا البيت أو في هذه الكرة إن هي مبنية حسب الطبيعة، حسب البيئة، يعني البيئة صخرية جبال. أيوة. الناس أو الأجداد أقربوا مع هذه الجبال. ما مثلاً عزيز مثال مثلاً بعض الغرف يعني تحتوي الغرفة الأساسية والعادية اللي نعرفها أربع حيطان أو أربع جدران، بينما هنا لا، أحياناً ثلاث جدران والجهة الثالثة صخرة كبيرة أو كهف صغير. وهم استغلوا هذا الشيء ويعني تعايشوا مع هذا الشيء، ما تستر مثلاً هذه الصخرة عشان توسع الغرفة، لا. أيوة. هم تعايشوا مع هذا المكان. فإحنا تركنا هذه الأشياء بذاتها وبنفس النمط القديم، وخيط أن الصخرة موجودة لحد الحين. في بعض الغرف في هذا البيت فيها مخازن كانت سرية، يعني في بعض الجرار الفخارية مغروسة في الجدار، أنا تعمدنا إنما هذا ما تلمس يعني أو ما تغير فيها شيء، بحيث الساحب لما يدخل أو الزائر لما يدخل يشوف هذه ويتعرف إيش الهدف منها. إحنا حافظنا قبل الإمكان على المحتويات القديمة للبيت، وأضفنا بعض اللمسات العصرية اللي محتاجينها الزائر طبعا. نعم. لسهولة يعني أساس من أمور سهلة. جميل جدا. إذن الكثير من الأمور أيضا اللي قمتوا بها قبل ما يتم تصميم وقبل ما يكون هذا النزل جاهز 100%. هل في نزل أخرى يعني في المسفاة أو مثلا في المناطق القريبة منكم أيضا بنفس طريقة هذا النزل؟ نعم، يعني أنا أتكلمك عن بلدة المسفاة العبرين، يعني هي كانت سباقة في هذا المجال، والتجربة الأولى بدأت تقريبا في 2008 أول نزل، وكان أول نزل مرخص في السلطنة وترخيص رسمي وزارة السياحة ومعتمد كان فيه عندنا في المسفاة، وكانت التجربة الأولى ولحد الحين شغالين في المجال. فانبثقت من هذه التجربة تجارب أخرى، وكانت كل تجربة تجي يعني تبنى على اللي سبقوه. مثلا أنا زميلي أو ابن عمي بنى في مكان معين وترمم، فأنا أقتبس منه وأحاول أطور في شيء آخر مرة ثانية. وطبعا هي العملية تكاملية. الحين في المسفاة فيها أربعة وخمسة نزل ما شاء الله، فجميعهم يعني تجارب من قبل شباب عمانيين ويعملوا بروح الفريق الواحد. نعم. وبالعكس يعني هذا الشيء أو ترميم هذا النزل يعني بثت الحماس في يعني الأهالي الآخرين، بحيث بدأوا يرمموا البيوت مرة ثانية، ما بالضرورة أساس يشغل كنزل أو يستثمر كمصدر اقتصادي، لا، أقل شيء للمحافظة على البيت نفسه، أن هذا البيت فيه ما يقول ريحة الآباء والأجداد. صحيح. فصار الوعي أكثر، وصار الناس يعني تتجه لها الاتجاه، وكنا قد نبطروا أساس أنه هو يشغله ويستفيد منه. أقل شيء هو يقدر يقضي فيه يوم، أو أقل شيء يشيل أولاده فيه ويرويهم كيف كان الناس عايشة، ويحس من المكان اللي تربى فيه أو تولد فيه رجعت الحياة مرة ثانية فيه. العملية صار فيها فراء يعني، وصار الناس يعني فعلا الحركة خلال 5 سنوات الماضية كان جيدة جدا يعني. هذا بالإضافة إن بندك المستوى صارت نموذج أو صارت تجربة يحتذى بها في كثير من القرى العمانية، يعني أو اللي عندهم يعني حب لهذه التجربة استفادوا من التجربة اللي عندنا، فجيوا عندنا وجلسنا معهم. طبعا احنا ما نقول ان الخبرة، لكن احنا كملنا على الأشياء اللي عندهم.
صارت تجربة يعني تتسع شوي الدائرة، تتسع شوي فشوي في قرى يعني مختلفة وفي ولايات مختلفة من عمان. جميل جدا أنك أنت تستفيد من تجارب الآخرين وتفيدهم أيضا فيما يتعلق بهذا الشأن. طيب أنتوا يعني كأصحاب لهذا النزل وفي إدارته أيضا، إيش اللي أضاف لكم يعني النزل؟ إيش اللي أكسبكم يعني على الجانب الشخصي أو حتى بالنسبة للتسويق للمسفاة أو للولاية اللي أنتوا تقيموا فيها؟ عفوا يعني احنا لو نخلي الجانب الاقتصادي على صوت نشوف الجانب يعني المادي، يعني القيمه الماديه لهذه الاماكن. يعني هذه الاماكن لولا هذا الحراك وهذا التدخل لا اصبحت يعني منهاره وسد الطرق واصبحت مشكله اكثر من انها حاجه ايجابيه. يعني تخيل هي تركيبه البلده، يعني البيوت متداخله مع بعض، فلو نهد بيت يمكن يهد البيت اللي جنبه او يهد البيت في طريق يسد هذا الطريق. فهذا الحراك اللي صار يعني رجع الحياة ثانية إلى البلدة، وأصبحت البلدة منظمة بشكل أفضل، وأصبحت يعني خلاص يعني في استدامة أطول. يعني لكن نشوف بعض البيوت تنهار يا السنة يا السنة القادمة حسب يعني العوامل الطبيعية وكذا، لكن الحراك اللي صار لا، يعني صارت استدامة أخرى يا قدرها 20 سنة 25 سنة ممكن هذا البيت يبقى. مع التطوير ومع مع مع الصيانة الأمور بتروح إلى يعني إلى بعد آخر. بالإضافة للجانب الاقتصادي يعني هذه المشاريع خلقت فرص عمل، خلقت فرص عمل للشباب موجودين في اللي يشتغلوا بصورة مباشرة وفي في في فرص غير مباشرة. نعم. يعني البيت الواحد اللي مثلا يديروه مثلا 4 أشخاص أو 5 أشخاص بطريقة مباشرة، في هناك طاقم آخر بطريقة غير مباشرة، مثلا الناس اللي يمول البيت هذا من ناحية التغذية، هذا جزء. في أيضا هناك برامج وأنشطة يعني أثناء وجود هذا الناس في هذا النزل. أيوة. في الجولات السياحية والنقل مثلا والخدمات الإرشاد السياحي وغيره، هذه يقوموا بها أيضا شباب يعني موحلين ومدربين بلده. وصار هناك ثراء كثير يعني وفي أنا يعني ما نخفي الشيء، أنا من الناس اللي يعني تركت الوظيفة الحكومية عشان أتفرغ لهذا المجال. الحمد لله في ثراء كثير يعني من ناحية مادية، من ناحية مثلا معنوية، حتى من ناحية مثلا قيمة المكان نفسه. يعني فالشباب اللي يشتغلوا يعني هنا يعني يشتغلوا من شغف ومن حب ومن حبهم للمحافظة على ما تركوا الآباء والأجداد. لما هذه الأماكن وهذه الحارات بذل فيها مجهود كبير. صحيح. في الهندسة، في البناء، في التخطيط، فأنا أشوفه يعني عيب علينا يجي في وقتنا إحنا ونترك كل شيء، لا المفروض أن نواصل على نفس المنطقة ونحافظ على هذه الأرض اللي تورث لنا. صحيح. وانت ذكرت شيء هام جدا اخ عبد الرحمن، كمية الاشتغال والجهود والاشخاص يعني اللي خلف هذا النزل واللي يعملوا من اجل انجاح هذه الفكرة وهذا المنتج السياحي مثل ما انت تفضلت في البداية. فبالتالي الحين احنا عندنا تجربة فريدة ممكن نقدمها للمقيمين، للسياح اللي يأتوا من خارج السلطنة، حتى احنا يعني كعمانيين جميل ان احنا اليوم تكون عندنا مثل هذه التجارب اللي نحظى فيها في داخل السلطنة. كيف تروجوا لهذا النزول؟ ايش هي طريقتكم في الترويج له والتسويق؟ والله الترويج يعني فعلا احنا يعني مخطين جزء يعني من العمل للترويج. طبعا هي المسفاة كبلدة أو ولاية الحمراء بصورة عامة هي قبلة للسواح سواء المحليين أو الخارجيين، والحمد لله يعني فيها مقومات سياحية تكامل. يعني الحمراء ولاية الحمراء كولاية اللي تحدث عنها ولاية فيها مثلا القرى الجبلية في المسار العبري، يعني جبل شمس، يعني كيف الهوتة، فيها الحارات القديمة، فيها ممرات كثير للمغامرات والأودية وتسلق الجبال، وفيها طبعا أعلى قمة في جبل شمس. فجزء من التسويق في المكان موجود أساسا. احنا فقط نروج للمنتجات الجديدة مثل النزل التراثية، هذا نروج له بطريقة يعني ملائمة. وإحنا دائما نحاول نخلي يعني الزائر هو نفسه اللي ينقل التجربة، نهتم بأدق التفاصيل. يعني طاقم العمل يهتم من أول ما يوصل الضيف لحد ما يطلع، يعني يكون تحت عناية الطاقم، يعني مدرب ومؤهل يقدم الخدمة بأكمل وجه. لذلك إحنا نعتمد على هذا الشخص نفسه، هو اللي ينقل التجربة، هو اللي ينقل الفكرة للناس الثانية. ومعظم الناس اللي يجيونا لما نسألهم كيف تعرفت على المكان، يقول والله أنا شفت فلان جاء هنا أو صديق لي جاء هنا قبل. أيوة. وفي ناس يكرر الزيارة لأكثر من مرة في الموسم، في السنة يجي مرتين ثلاثة، يجي هو يجي أصدقائه يجيب أسرته. وطبعا يعني وسائل الترويج التقليدية معروفة اللي هي الحين وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، يعني منتشرة وسهلة وكذا، بالإضافة إلى يعني اشتراكنا في بعض الكتب الإرشادية بلغات مختلفة مثل اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية. يعني لما نتكلم عن الموسم الشتوي اللي فيه كان تدفق كبير من السياحة الأوروبية، فسواء هذا يعني هذا البيوت أو هذا البيت يعني كان مذكور بشكل جيد في هذه الكتب.
وطبعا السواح الاوروبيين لما يطلع الى دوله يحاول دائما يفرط قبل لا يوصل الى البلد. فدائما الحمد لله رب العالمين في يعني موجود ومكتوب كتابه معروف بطريقه جيده يعني، وفي اقبال كبير جدا يعني. نعم ممتاز. ويمكن من الأشياء اللي ممكن يعني أنه إحنا نعملها أو أنت تعملها كصاحب نزل، بما مثل ما أنت ذكرت هو يحب أنه يطلع ويكون عارف وين رايح وإيش راح يسوي، الأنشطة الفعاليات الأماكن، أنه نضع هذه النزل في المواقع العالمية المشهورة، يمكن أبرزها بوكينج عشان ما نروح بعيد. نعم. يعني نعم. هو أكيد بيطلع ويشوف وبالتالي يختار اللي يناسبه. هل ممكن أيضا أوجه لك سؤال، كم صار لهذا النزل وكم غرفة فيه؟ والله هو هذا النزل اللي احنا نتكلم عنه الحين يعني قد يكون جديد بمعنى الكلمه، لكن احنا بنينا على تجربه اخرى يعني. التجربه الاخرى كانت من 3 أو 4 سنوات في بيت اخر، صار في توسع في المكان. في الحين تقريبا حدود 14 غرفه في النزل هذه، يعني في بيتين متقربين من بعضهم. يعني بكامل الخدمات من دورات مياه من دور ثانيه يعني متكامل بمعنى الكلمه. بالاضافه طبعا الى النزل الموجوده في البلده، هي يعني توصل لحدود 40 او 45 غرفه في بلدة الصلاة عبريين في نزل مختلفة. لكن من الشيء الجميل اللي أحب ذكره دائما، إحنا دائما نحاول يعني السائح أو الزائر لهذا البلدة ما فقط يجي للنوم ويطلع، لا، البرامج المرافقة الموجودة اللي تقدم يعني للزائر هذه فيها ثراء معرفي كثير. يعني جولات، يعني إحنا ربطنا البيت هذا ببيت آخر اللي هو المسفال للمقتنيات التراثية. هذا عبارة عن متحف، وهذا البيت هو أساسا بيتنا إحنا تربينا فيه اللي تولدنا فيه. أيوة. يعني ابن عمي جزاه الله خير يعني قام بعمل جبار وعاد الحياة مرة ثانية وعمل كمتحف. فأثناء وجود الزوار في هذا النزل يعني لهم فرصة أن يشوفوا هذا البيت المقتنيات التراثية، يعني فيه مشغولات كثيرة وفي تعريف يعني الأشياء وصناعات وأدوات كانت تستخدم. فحتى إحنا أحيانا نستهدف حتى الطلبة مثلا الباحثين اللي عندهم شغف في هذا المجال، يعني ممكن يحصل كثير في هذا البيت في هذا المتحف. بالإضافة إلى الجولات السياحية اللي في القرية نفسها وفي البلد نفسها، يعني الزائر يتعرف عن تفاصيل دقيقة للحياة، مثلا عن نظام الأفلاج، عن مثلا الزراعة، عن العادات، عن التقاليد. أيوة. عن طريقة عيش، يعني إحنا نتكلم، يعني لما نتكلم مع الناس نتكلم من تجربة، إحنا ما فقط يعني ما نتصنع، يعني إحنا عايشين هذا، عشنا هذا الشيء، وإحنا من نقله للناس. فتكون في مصداقية كبيرة جدا يعني. حتى السواح يقول إحنا لما نقرأ شيء لكن لما نسمع منكم شيء آخر، من أنتم عايشين هذا الشيء. يعني احنا لما نمشي مثلا نقول والله هذه مدرسة أخرى تعلمنا فيها، هذا المكان اللي كنا مثلا نلعب فيه، هذا المسجد اللي بدينا نصلي فيه، وهكذا يعني. فهذا عمل ثراء آخر يعني، بحيث المستريح أو الزائر ما فقط يعني ينام أو يستضيف ليلة واحدة، يمكن قبل ليلتين ثلاث، ويستغل وقته في هذه البرامج وهذه الأنشطة اللي نعملها في أثناء النهار يعني. ممتاز جدا. إذن مجموعة من الجولات السياحية وسياحة المغامرات اللي ممكن يستفيد منها أثناء تواجده في هذا النزل. إيش أيضا من المشاريع اللي ممكن نتحدث عنها؟ يعني هل هناك خطوات مستقبلية، مشاريع حابين تسووها في المستقبل، أو أشياء أخرى ممكن يجربها الزائر لهذا النزل؟ نعم طبعا، إحنا يعني النزل هذا جزء من منظومة متكاملة في البلد، يعني أخبرتك سابقا في أكثر من نزل. بالإضافة في شركة أهلية، شركة المسفاة الأهلية اللي هي المظلة اللي تندرج تحتها معظم هذه النزل بطريقة أو بأخرى، فهي المظلة أو الحاضنة لهذه المشاريع. طبعا هذه المشاريع كلها مشاريع شبابية ومن أهالي بلدة، لكن هذه الشركة أيضا أهلية من أهالي بلدة، وهي يعني الأم مثل ما نقول. فهناك مشاريع تخص الأشخاص وفي هناك مشاريع أخرى تخص الشركة نفسها. من ضمن المشاريع اللي نتأمل انها ترى النور في المستقبل، يعني مشروع اللي هو الحبل الانزلاقي، هذا نوع من سياحة المغامرات، بحيث انه يكون في مسافة حدود 900 متر يكون الشخص معلق في هذا الحبل. فهذا بيسوي اضافة جميلة جدا للبلدة، وبيكون مصدر جلب سياحي اخر، لان الناس تحب تجرب شيء جديد. بديتوا تشتغلوا عليه يعني؟ الحين في يعني في الاجراءات يعني، وان شاء الله الامور تتسهل، وان شاء الله الامور شاء الله في طريق صحيح. بالإضافة إلى هناك إن شاء الله عنا قريب يكون يفتتح مطعم شعبي نفس الشيء، يدار من قبل شباب عمانيين، وطبعا الأكل بيكون نفسي من البيوت يعني مقدم بطريقة عمانية تقليدية. وفي نفس الوقت نحاول ننوع، يعني أحيانا يكون هناك في بعض المنتجات الحديثة مثلا المقاهي وكذا البراند نسميها، فعشان يكون السائح عند الخيار، يعني هو يريد حاجة عصرية متحضرة وكأنه عايش في مدينة كبيرة، موجود بيكون موجود إن شاء الله عنا قريب. ولو أحب يعني الشيء التراثي التقليدي اللي جزء في الأرض وكذا أيضا موجود، الخيارات بتكون متاحة للجميع.
وطبعا هذا بجهود الشباب وجهود الشركه الاهليه الموجوده في البلده. جميل. اذا ايضا في النقاط هامة، من النقاط الهامه اللي لازم نتطرق لها عبد الرحمن اللي هو موضوع التعرفه، يعني سعر الليله اذا اينا نتكلم في النزل او متوسط السعر، وبالنسبه للانشطه اللي انت ذكرتها المرافقه والمصاحبه لاقامه هؤلاء الاشخاص، هل هي تكون تعرفتها اضافيه او في نفس السعر اللي راح يدفعه في اثناء اقامته في النزل؟ والله احنا يعني راعين ان لازم يكون السعر يكون هو متناول الجميع. واحنا دائما نقول ان احنا مره ثانيه نرجع النقطه الاولى، احنا نبيع تجربه اكثر ما نبيع غرفه. صحيح. فالسعر في متناول الجميع، بالاضافه الى هنا ان الشخص اللي ينزل في هذا البيت نزل مثال الضيافه بتكون عنده فرصة انه يزور المتحف بيت النسوان والقناة التراثية، طبعا من ضمن المبلغ بشكل مجاني تقريبا، بالاضافة ليحظى بجولة سياحية مع مرشد محلي. هذا من ضمن الإقامة معنا يعني. بالاضافة عادي الحجم الثاني، مثلا حجم سياحة مغامرات او مثلا طلب مثلا مشوار الى جبل شمس او الى الاماكن القريبة، هذا بيكون يعني حساب مختلف، ان هذا في جهة اخرى بتنفذ ما نفس الإدارة البيت. ممتاز. طيب هل لكن أكد إن الأسعار في المتناول الجميع، وطبعا الأسعار يعني تشمل الإفطار، وجبتي الإفطار وجبة العشاء، وهذا الإفطار والعشاء إحنا نبغى إن هذا الشيء يعني الشخص اللي يجي بياكل أكل عماني 100% معد من قبل أيدي عمانية من أبناء البلدة. جميل، شيء طيب، ولكن أنا بعدني أصر إنك تعطيني يعني تعرف، أعطيني رقم كذا بين البين، يعني كم متوسط يعني هو يتراوح بين 30 إلى مثلا في حدود 60 ريال حسب ساعة الغرفة. إن في بعض الغرف تشيل مثلا 4 أشخاص، وفي بعض الغرف تشيل شخصين. وفي بعض الغرف لها إطلالة أفضل من الغرفة الثانية، فيتفاوت في هذا الشيء يعني بين هذا الرقمين، يعني يزيد أو ينقص. جميل. إذن مجموعة من الأنشطة والمرافق السياحية في هذا النزل، ومثل ما ذكر الأخ عبد الرحمن هي تجربة أكثر من كونها مجرد إقامة، يعني اللي يكون معزم وعنده النية إنه يزور هذا النزل لازم جدوله يكون مليان فعاليات، روحات، جولات سياحية عشان يستفيد قدر الإمكان من إقامته في هذه الأماكن الجميلة. سعدت في الحقيقة بالتعرف على هذه التجربة معك أخ عبد الرحمن، وأتمنى لك ولكل الشركاء والقائمين أيضا على العمل في هذا النزل كل التوفيق، وكلمتك الأخيرة أيضا عبر إذاعة الشبيبة. شكرا لك أستاذ جمال على الاستضافة وهذا الحديث الشيق، وطبعا هذه دعوة مفتوحة لكم جميعا وجميع المستمعين لإذاعة الشبيبة لزيارة البلدة والتعرف على المنتجات فيها. وأيضا أحب إذا ممكن تسمحي لي ندعو الجهات الرسمية أكثر يعني لزيارة المكان، يعني الجهات الرسمية ما أقول لكم ما مقصرين معنا، لكن إحنا محتاجين يعني زيارتهم ووقفتهم معنا ويعني الاطلاع على التجربة هذه وتقييمها. قد نكون إحنا نعمل أشياء لا تناسب مثلا الأنظمة والقوانين يعني، فهم ممكن ينورون فيها، فإحنا نتمنى زيارة مثلا على سبيل المثال من الأخوة في وزارة التراث والسياحة أو مثلا من جهاز الاستثمار العماني، لأن هذا الشباب اللي اجتهدوا يستحقوا الدعم، وأنا ما أتكلم طبعا عن الدعم المادي، أنا أتكلم عن الدعم المعنوي وأقل شيء. وقفتهم بجنبنا هي موجودة، بس نتمنى تكون في زيارات في تواصل معنا على أساس يعني تعرفوا التجربة، وقد تنقل هالتجربة إلى أماكن ثانية، وقد يضيفوا لنا شيء هم من عندهم. فالدعوة مفتوحة للجميع، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. حياك الله، سعدت بالحديث معك أخ عبد الرحمن، مرشد سياحي وأيضا عضو مجلس إدارة في مشروع نزل المسفالي الضيافة في ولاية الحمرة. أتمنى لكم كل التوفيق ومزيدا من التقدم والألق. شكرا لك. شكرا لك يا أستاذة، والشكر موصول لجميع المستمعين إذاعة الشبيبة، شكرا لكم مرة ثانية. تحية نوجه لكم مستمعينا ومتابعينا في هذه اللحظات وين ما كنتوا تتابعونا وتسمعونا، أتمنى يكون الأخ عبد الرحمن فاتكم ولو بشيء بسيط لكل محبين السياحة الداخلية في السلطنة. متواصلين معاكم بعد الفاصل.